الزمالك بيتفوق على الترجي التونسي للمرة التانية في خلال اسبوعين، 3-1 تاني، وكارتيرون بيتفوق على المعين الشعباني وعلى الترجي الخامس مرة في تاريخه. كارتيرون لاعب الترجي 6 مرات في تاريخه قدر يتفوق على الترجي ويفوز فيه 5 مرات. مباراة ممتازة جدا من الفريقين، تكتيكيا هنا في كلام كتير على الزمالك وتكتيكيا هنا في كلام كتير على الترجي. فقبل ما نخش في الحلقة انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة واشتراك وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقة. الزمالك بدا بتشكيل اللي بيبدا بيه على طول، وفي تغيير وحيد في المباراه وهو بادي بو نجم بدل اوباما، وبيلعب بو نجم وهو وسيزو على الاطراف، وبن شرقي لعب نمبر 10 مصطفى محمد وطارق حامد في الجانب السياسي، والباقي تشكيل طبيعي. الناحيه الثانيه الترجي لعب بشكل غريب، لعب نوعا ما بال 4-1-4-1، لعب بكلوبالي لوحده في نص الملعب، بالرمضان وبالغيث 2 قدامه بيحاولوا يروحوا ويرجعوا كتير، بيلعب بن حموده ناحيه اليمين بحمد الهولي ناحيه الشمال، وطارق مهاجم والرباعي الدفاعي هابل مباركي ورياش شتي واثنين اليعقوبي وشمس الدين الزوادي وبن شرفيه كحارس مرمى. اول 10 دقائق في المباراه الترجي كان بيضغط ضغط قوي جدا على الزمالك، ضغط 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 قوي جدا، هو مش تقريبا مش من اول 10 دقائق بس، هو طول المباراه بيلعب على حتتين في الزمالك او 3 حتت تقريبا في الزمالك. الحته الاولى وانه بيضغط ضغط عالي شرس على لعيبه الزمالك، واحنا معروفين ان الزمالك اول ما بيضغط عليه ضغط عالي شرس بيبتدي ان هو ما بيقدرش يطلع بالكوره ويبتدي يحضر بالكوره كويس جدا. والحاجه الثانيه اللي كان بيحاول يضغط عليها هم الاثنين بتوع نص الملعب، لان في الجانب السياسي وطارق حامد ومحمود علاء والونش الاربعه بيبقى فيه جاب ما بينهم، بيبقى فيه مساحه في وسطهم، بيبقى فيه مساحه ورا نص ملعب الزمالك كبيره جدا، ده بيشكل برضه ضغط كبير وبيشكل ثغره عند الزمالك، ان الحته دي ثغره كبيره عند الزمالك، ان انت لما بتلعب في ظهر لعيبه الزمالك بتبقى ثغره كبيره وباينه جدا عند الزمالك. الحاجه الثالثه والاهم انه كان بيلعب يحاول يلعب ناحيه اليمين عند حازم امام، بس دي ما كانش بيشتغل عليها كتير قوي، لان كنا بنشوف حمد الهوني حتى بيضم القلب علشان يضغط على قلبين دفاع بتوع الزمالك، لان تقريبا كل كوره خطيره للترجي تبقى على حدود منطقه جزاء الزمالك، ومفيش لاعب من نص الملعب بيضغط عليه سواء طارق حامد او فرجاني سيسي، مفيش اي ضغط من لاعب نص الملعب، وده بيشكل ثغره كبيره عند الزمالك. الزمالك الناحيه الثانيه كان في حاجه غلط اول 10 دقايق، اللي هو ايه احنا بنفهم الدنيا ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيجرى لاعب الزمالك، ايه اللي بيحصل عند لاعب الترجي. بعد اول 10 دقايق او ربع ساعه ابتدى لاعب الزمالك ترجم شويه، ابتدى الزمالك تضغط شويه، ابتدى في شكل نوعا ما عند لعيبه الزمالك اللي هو بيضغط على لعيبه الترجي، والحاجه اللي خلت الترجي نوعا ما في ثغره هي التغيير اللي حصل في الدقيقه 20 لما خرج الياس شتي بسبب الاصابه ونزل بداله خليل شمام. الحته دي بقت ثغره عند الترجي، لان الترجي كان بيحاول الحته ناحيه الشمال دي يضغط على حازم امام بالياس شتي وحمد الهوني، وكمان كان الضغط بتاع لعيبه الترجي مش بيدي حريه للزمالك ان هم يلعبوا على الارض كتير، وكان اللونج باص كتير جدا لمصطفى محمد، وكان كل الكوره بتتاخد تقريبا من الزمالك بسبب اللونج باص اللي بتلعب على مصطفى محمد. تاني حاجه بقى ان هو بعد ما خليل شمام نزل ونجم خد حريته، ونجم ابتدى نشوف يضغط ناحيه الشمال، ابتدى ضغط على نجم ويضغط يضغط 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 لحد ما سجل الجول، بس الجول بتاع الزمالك قبليه كان جول الترجي، جول كان ناحيه يعني من ناحيه الحته الثغره عند الزمالك اللي هو عمق الملعب. حمد الهوني راح ولعبها بالعرض لبن غيث، بن غيث من ناحيه هي بثغرتين، يعني في ثغرتين استغلها الترجي في الجون ده، اول ثغره وهي العمق بتاع ملعب الزمالك، واي كوره خطيره للترجي كانت من عمق ملعب الزمالك، والحاجه الثانيه والثغره الثانيه ناحيه اليمين اللي كانت مساحه كبيره جدا لبن غيث استلم فيها وسجل الجول الاول للترجي. على طول ما كملناش كتير جدا، بتترد على طول الزمالك بسنتر ونجم بياخد الكوره بسنتر وبتروح بتروح بهجمه للترجي، بعد كده بترد بضربه مرمى لابو جبل، مدافع الترجي بيردها لنجم، ونجم بياخد الكوره وتسديده معلم، ونجم لمح المعز بن شرفيه خارج بره الجون، تسديده على طول وراه وسقطت جوه الجون، والتعادل للزمالك. بعد التعادل للزمالك الترجي تراجع تراجع غريب، يتراجع بلعيبه نص الملعب، ابتدى يضغط بمهاجمين بس اللي هم وطاره وبالحموده وحمد الهوني، دول بس اللي كان بيضغط عليهم. وحاجه اللي مش فاهمها هو ليه النهارده ما بداش بمساحه؟ دي مش فاهمها، ليه ما بداش بمساحه في ماتش النهارده؟ ليه ما بداش بنصوف نص الملعب؟
دي برضه حاجه مش مفهومه من معين الشعباني، اللي هو تقريبا كان حاطط في مخيلته ان الزمالك ينزل مدافع ومحافظ جدا بعد اللي شافه في ماتش السوبر المصري، قال لك الزمالك ينزل مدافع ومحافظ وهيلعب على هجمه مرتده، لكن الزمالك ما عملش كده. بعد اول 10 دقائق بعد ما الترجي ابتدى يهدى شويه والزمالك ابتدى يمتص حماسه، فعلا نضغط على الترجي الثاني ابتدينا نقرف الترجي الثاني، بس بعد الجون اللي جابه الترجي نوعا ما الزمالك ابتدى يقلق، جمهور الزمالك ابتدى يقلق، ابتدى يقلق اللي هو الزمالك ايه ده؟ هل هنخسر في مصر؟ هل هيحصل اللي احنا خايفين منه ونخسر في مصر؟ لكن الرد كان سريع جدا بالجول بتاع ونجم. بعد الجول ونجم الترجي ابتدى قلت لكم يهدى تماما، ابتدى يتراجع تراجع غريب، ابتدى يضغط بلعيبه المهاجمين بس، والزمالك ابتدى ياخد كوره ابتدى يضغط على الترجي، ابتدى يهدد مرمى الترجي، وده خلى الترجي شكل نوعا ما وحش الشوط الاول، نوعا ما ابتدى فيه ثغرات من الترجي، اكبر ثغره كانت ناحيه الشمال عند خليل الشمام اللي الزمالك ابتدى يعمل يشتغل على الحته دي. الزمالك كمان بعد ما لقى بن شرقي مش شغال في حته العمق شويه، دخل زيزو في العمق وهو صانع العاب، وادى بن شرقي بقى وينج شمال الناحيه الثانيه عشان يضغط على هابلن بارك، ويعرف هابلن بارك وده كان بيعمله جدا، بن شرقي كان بيحاول يضغط على هابلن بارك، ومصطفى محمد كان بيحاول يقرف اليعقوبي وشمس الدين الزوادي. بعد الشوط الاول لما خلص 1-1 دي كانت نتيجه نوعا ما كويسه للفريقين، الترجي قدم الشوط الاول نوعا ما متوسط، الزمالك قدم الشوط الاول نوعا ما متوسط، وكان في شويه ثغرات لو الترجي كان يقدر ياخد الشوط الاول واثنين وثلاثه الثغرات دي والهجمات اللي ضاعها في اول ربع ساعه، لكن ربنا ستر على الزمالك وخرج الشوط الاول 1-1. دخلنا الشوط الثاني، الزمالك مش متسرع، الزمالك هادي، الزمالك ماسك كوره، الزمالك مستحوذ، الزمالك مش مدي حريه للترجي ان هو يروح يضغطه وان هو يروح يجيب جول، لا مش مدي الحريه دي تمام، بس الترجي بيضغط برضه على الزمالك من نص ملعبه، بيحاول يقرف الزمالك، بيحاول يضغط ضغط مباشر على حامل الكوره للزمالك، بس الزمالك كان بيطلع بالكوره من ورا لقدام وبيطلع بالكوره، وتحضير اللعب كان سريع جدا من اللعيبه، وكان بيطلع بالكوره كويس جدا، سواء طارق حامد او فرجاني ساسي او محمود علاء او الوينج يلعبوا ويدوروا الكوره من اليمين الشمال كويس جدا، بيحاولوا يدوروا الكوره كويس ما يبقاش فيه اي عطل من لعيبه الزمالك، ولعيبه الزمالك كانت بتضغط على دفاع الترجي كويس جدا، ونجمه بن شرقي وزيزو ومصطفى محمد، كمان الكوره اللي كانت بتيجي مرسله من ورا لقدام كانت بتيجي في رجل لعيبه الزمالك مش بيشوطوها لونج بوس لونج بول طايشه كده وخلاص. بعد كده الزمالك قدر يسجل المره الوحيده اللي طلع فيها عبد الشافي، اللي عبد الشافي كان بيطلع في المباراه دي بحساب قوي، هو وحازم يمكن بيطلع بحساب قوي قوي قوي، وبالاخص عبد الشافي، يعني عبد الشافي الارتداد بتاعه بيبقى بطيء عن حازم امام، فعبد الشافي كان بيطلع بحساب قوي، وطلوعه في الجول الثاني ده تحسه مدروس، لان عبد الشافي هو طلع في كره الجول الثاني وما طلعش ثاني، طلع رفع العرضيه مصطفى محمد يريحها من شرقي، من شرقي على طول يستلم ويلف في البعيده تخبط تخش جول، وحصل قلبان كبير جدا من لعيبه الترجي، مش عارف كان لعيبه الترجي بتعترض على ايه، لان كوره بن شرقي ما فيهاش اي حاجه ولا فاول ولا اوفسايد ولا اي حاجه، والترجي لعيبه الترجي اعترضت بقوه كبيره جدا، بن شرفيه خد انذار وشمس الدين الزوادي خد انذار وكمان بن رمضان اتطرد خالص، فانت ليه عملت كل ده وليه حاطط نفسك في الموقف ده؟ مش فاهم، انت كده هيغيب منك في ماتش رادس، هيغيب منك بن رمضان وهيغيب منك كمان اليعقوبي بعد ما خد الانذار، شمس الدين الزوادي كان ممكن يغيب منك لولا ان رضوان جيد تغاضى عن الطرد الاخير بعد ضربه الجزاء، تغاضى عنه وما طردهوش وسابه لك لماتش العوده، لولا ده كنت هتبقى غايب عنك اليعقوبي وبن رمضان وكمان شمس الدين الزوادي، لو تروح تلعب مين بتبقى الزمالك في الترجي، لعيبه الزمالك لعيبه الترجي في الطرد طيب يضربوا 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 لعيبه الزمالك، لعيبه الزمالك ابتدت تستسلم نوعا ما للشكل ده، بس الزمالك في اخر الماتش ابتدى ينشط الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه، بنزول شيكابالا بدل ونجم عشان يساعد في الناحيه الهجوميه نوعا ما شويه، ونزول الناحيه الثانيه عبد الله دوبه بدل زيزو عشان يدافع مع عبد الشافي ويقابل الضغط اللي هيقابله من لعيبه الترجي. بعد كده الزمالك ابتدى بنفس الشكل الدقيقه 77 ابتدى يعمل تغييرات، الترجي هادي تماما مفيش رد دفاع مبالغ، مفيش فتح للمساحات، هادين والزمالك مش ضاغط برضه قوي، مش مندفع ومش فاتح خطوطه، لا الزمالك بيستحوذ على الكوره بيدور الكوره كويس جدا، الى ان جه في نهايه المباراه وجه ضربه الجزاء، بس قبل ضربه الجزاء كان في هجمه لشيكابالا، كان في هجمه لمصطفى محمد، كان في هجمات للزمالك، الزمالك ما كانش هادي واقف في نص ملعبه، لا هو كان مستحوذ وكان بيهدد مرمى الترجي، الى ان جت ضربه الجزاء الاخيره، ضربه الجزاء بن شرقي بياخد الكوره من الكورنر، بياخد الكوره يلم الاول ويخش على الثاني يلم الثاني، شمس الدين الزوادي بياخد رجل بن شرقي، بن شرقي يقع، رضوان جاي بيصفر ضرب الجزاء للترجي، بعد ضرب الجزاء للترجي خلاص الترجي ابتدى يتوتر اكتر ابتدى يعترض اكتر، ولولا تغاضى عن طرد شمس الدين الزوادي
كان الترجي اقول لكم اللي هو خلاص كده المباراه خلصت من الذهاب، لكن لسه في امل للترجي في العوده انه يعود تاني هناك. بس ناس بتتكلم كتير بقى يقول لك يا معلم ده كارتيرون اتعمل عليه نفس المنتدى دي قبل كده في ملعب رادس برضو. يا معلم ملعب رادس كان ساعتها الترجي معاه يوسف المليلي، معاه نيس البدري، معاه فرانكوم، كان معاه لعيبه ثقيله. كان ساعتها الاهلي كان معاه فريق عيان يعني، عشان كده قدر يعمل الريمونتادا دي. كمان في سعد، كان في سعد الجير، كان في لعيبه ثقيله جدا مع الترجي. لكن الترجي بتاع النسخه دي ربنا يا ربنا يكرم، ربنا يستر. في ماتش العوده ضربه الجزاء دخلت، بعد كده الحكم صفر، كانت اخر دقيقه في المباراه. محمود عداء دخل بمعلمه، حط الجون الثالث ونهى المباراه 3-1، وبكده الزمالك قدر يتفوق على الترجي في ظرف اسبوعين 3-1 مرتين. بصراحه الزمالك مع كارترون بيقدم مباراه كويسه جدا قاريا، بعيدا عن المحليات بيقدم مباراه كويسه جدا قاريا. ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. كواحد زملكاوي اكيد 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 بتمنى صعود نادي الزمالك لدور نصف النهائي، ونروح بقى على طول نلحق ماتش الرجاء والمزيد عشان نشوف الزمالك ان شاء الله يلعب مين في السيمي فاينل. وفي الاول وفي الاخر بكرهي انا في مباراه الزمالك والترجي. قول رايك انت في الكومنتس، قول لي كمان توقعك، هل الترجي قادر يعمل ريمونتادا ويطلع الزمالك من الدور دوت في رادس، ولا الزمالك حسمها من القاهره؟ قول لي توقعك في الكومنتس. لو الحلقه عجبتك تنسى تعمل لايك وسبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تجيك الحلقات اول باول. طب ما تنسيش تعمل لايك وسبسكريبشن تحت، وامشي على الفيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه. سلام.